رئيس بورصة لندن توماس روليت، بكرة الصبح رح يوصل على اسطنبول على متن طيارة خاصة، والهوية المزيفة اللي رح يستخدمها حددناها. طيب بنعرف وين ومع مين رح يلتقي يا عاكف؟ للأسف لسه ما قدرنا نحدد. بس يوصل هذا الزلمة على اسطنبول بدكم تاخدوه فورا. سيدي، ممكن نراقبه بكرة للمساء وهيك منعرف مع مين رح يلتقي باسطنبول. لا، نحن ما فينا نستنى للمساء. من شان العملية اللي مخططين لها، هذا الزلمة لازمنا من الصبح. ماشي سيدي. وقت اللي رح تاخدو لهذا الزلمة، المؤسسة المالية تبعنا رح تكبس الزر ببورصة لندن، وانت من بعدها طبعا بدك تتحرك بتعليماتي أنا وبس. وين ناخده للزلمة بعد ما نستلمه سيدي؟ أنا متأكد إنه مدير بورصة لندن رح يطير من فرحه لما يشوف جمال اسطنبول يا عاكف. فهمت عليك سيدي. لهيك ما تخليه يهدي على الأرض بدون ما تاخد أمر مني. معلم، في أخبار من كارا. خطفوا أغا الحدود بأذربيجان، داهموا بيته وأخدوه. بنعرف إذا لساته عايش ولا ميت؟ لسه ما في معلومات سيدي. كارا خبرني إنه رح يروح لهنيك فورا. بتحب توجه له تعليمات؟ عاكف، هاي براعة الجهاز الصهيوني اللي عم يشتغل مع جماعة حراس المعبد. راسكون والفريق تبعه حابين يخففوا من النجاح تبع عمليتنا بإيران ويشتتونا بعمليات صغيرة. كارا لازم دعم فوري. طيب سيدي، رح أقترح شامل وأرتكن، بيفهموا لغتهم منيح. تيمور، خليك معهم على الخط دائما، أي شيء مو منيح بتجي بتخبرني فيه فورا. ماشي معلم. المعلم مو حابب يشوف حدا. بعد هيك الحمد لله على سلامتك. معذب حالك يا نهاد. جينا من شان نخبرك انه رح ناخد بيتارك، العين بالعين والسن بالسن والإيد بالإيد. خلص حسابي تسكر، ما عاد إلي شغل لا معك ولا مع بلتزار. أنا ماني موجود بحربكن وما حضل بين الرجلين. على كل حال لازم تعرف بابي مفتوح لإلك دائما. الحمد لله على سلامتك. تسلم. رح أحاسبه لبلتزار على عملته هاي. ما عاد في أخلاق بعالمنا. لو اليوم ما قطع لنا إيدنا بلتزار كان رح يقطعها بكرة. صار لازم تخلصنا من هذا الزلمة. وصيت لإلك والسمعة كمان. أنا معك. إيه والله. وهذا الندل وين بيقعد؟ وين بلاقيه؟ عن قريب رح يصير افتتاح لنادي جديد. على الأغلب عم يروح لهنيك. طالما بده يفتح محل جديد خلينا نروح ونبارك له بالمحل. انت شو مفكر حالك عم تعمل؟ هذا شغلي. إذا هذا شغلك تاخد إذن قبل ما تحقق يا كين. أنا عدو الشي اللي ما بعرفه يا أستاذ رونالد. توقيتك هالمرة كتير غلط. رئيس بورصة لندن توماس رح يكون هون بكرة. مراد كمان كان المفروض يكون معه هون باللقاء. هلأ أنا شو بدي أقول له؟ بقول له عم نحقق مع البارون من دون أي تهمة عليه؟
وليش أنا ما عندي علم بجيد توماس؟ شو هالتجاهل هاد؟ ليش مراد عنده علم؟ مراد ما عنده علم، لسه ما كنت مخبره. توماس جاي على اسطنبول تحت اسم مستعار طبعا. الأمن تبع الزيارة رح يمسكه متى، لأنه ما أعطيتك هاي المعلومة. رح تحولني على التحقيق أنا كمان؟ متأكد أنه عندك حجج قوية خلتك تخاطر وتعمل هالشي، لأنه إذا طلعت غلطان بخصوص مراد ما في داعي إني خبرك مين هو اللي بده يحاسبك. قتل البارون الروسي وكشف عملية اغتيال المدعي العام ليلى وفشلها، وبالآخر عملية راسكون يلي كان عم يخطط يعملها بإيران فشلت بجدارة. السبب الوحيد لكل هدول هو مراد. بس يا ريتشارد، هو كان مخبرنا قبل إنه الدولة عم تراقبه وعم يتسمعوا عليه. ما ممكن يكون اعترافه هاد لحتى يخبي جريمته وخيانة حراس المعبد. كل شي رح يبين بس يخلص جوني التحقيق معه. اتركوني مع مراد وحدنا، في حكي بيني وبينه. كلياتكم كان يخطر ببالي أبدا شوفك بهي الحالة. شو اللي عم بيصير معك؟ من وقت اللي اخترتوني بارون ومارغريت عم تضغط علي. المحقق كين غلطان، أنا ما بعت حدا أبدا. طلعوني من هون فورا. صدقني أنا كمان بدي هالشي أكتر منك، بس هاي المرة ما رح أقدر أتدخل بتحقيق كين ووقفه. إذا كان اللي عم بتقوله صحيح رح يبين كل شي بعد فترة. برأيي ما في داعي لكل هالشي. بإمكانكم تسألوني وبجاوبكم. أصلاً أنا حكيت لكم كل شي. بعرف يا مراد، بس إذا كان في معلومات غلط أو ناقصة إزالة الشبهات عنك رح يكون أفضل لإلنا كلياتنا. Thank you.
جاهزين مشان التحقيق يا جوني؟ بدنا دقيقة واحدة. نهاد شاكر، يلي ما بيمد ايده لسلاحه بيضمن حياته. خلص اهدى يا نهاد. وينو بلتزار؟ وينو بلتزار؟ عم بسألك إلك، وينو معلمك؟ ولا طرشت يعني؟ مانو هون بالله، ونحن شايفين هالشي. وينو هلأ؟ شو بيعرفني؟ يلا إيديكم لفوق. يلا شو جينا لنقعد هون؟ انت بتعرف شي؟ صدقني معلم انا ما بعرف. انت بتعرف شي؟ ما بعرف. وانت؟ والله ما بعرف صدقني. وانت ما بتعرف كمان. ليك يا أصلح، الرصاصة الثانية براسك. بتقله لصاحبك إجا نهاد شاكر، كل شي بيعمله ما رح يضل من دون تمن. خليه يعرف. لك مين بيعمل هالعملة تبعه؟ ما حدا بيعملها غير المجانين. شايف؟ والله شايف. حدا بيروح حاله مشان كم قرش. أنا رهنت على رقم 14 وأنا على 27. نشوف حظنا إن شاء الله نربح اليوم. كل شخص رح يحط المسدس على رأسه ويقوس والشغلة بالدور. بأول مرة احتمال خروج رصاصة 16%، بتاني مرة 20%، أما بثالث مرة 25%، بالمرة الرابعة 33%. يا لطيف، والله خطرة كثير. أنا بتوقع بالمرة الخامسة 50%، بالمرة الأخيرة 100%. ما رح يبقوا لثالث مرة. أنتوا جاهزين؟ يلي بيخسر حياته التمن. انت على مين رهنت؟ هذا اللي على اليسار. الرهان كتير صعب. 27 كمان يعني بوسني. شو نساوي؟ ارخص حياة هنيك.
بنرجع نتغدى. المراهنات خلص وقفت. الرمية الأولى. الرمية الثانية. باين عليه متوتر. طبعا بده يتوتر. شغلة مو سهلة. شو عم تعطيهم لهدول؟ 10% من صافي الرهانات. حياتهم كلها ما بيشوفوا هذا. الرمية الثالثة. هلا رح يروح فيها ال14. الرمية الرابعة 33%. يلا يا ابني يلا يا ابني. انا قلت لكم ما رح تطلع الطلقه. صار الموضوع كثير حماسي. يلا بدنا نربح. الرمية الخامسة 50%. يلا 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 يلا. هي تباني. هالولد نهاد بده يقعد هون على هاي الطاولة. صحيح القصة صعبة بس في منا مرة. الدليل انه انا خسرت. اخيلك شو فهمان؟ حطيت كل مصاري انا لازم اربح. هاي انا ما ربحت. شو بدك تكمل انت؟ شوفوا يا شباب شو رح شارك هلا بهي اللعبة. شو ما بتشبع لعب؟ نرجع منفتح المراهنات على لعبة جديدة. يلا شباب في لعبة جديدة لنشوف حظك فيها. يلا همي يا شباب. قلت لك أنا برا. والله مبين عليهم لا يغرك الشكل. مثل عادة يغرك المصر. ليش بحب الرهان؟ جاهز. صار فيك توجه له أسئلتك سيدي.
لحساب مين عم تشتغل؟ لحراس المعبد. مين اللي طلب منك تتصل براسكون؟ عاكف. انت امتى تعرفت على عاكف؟ قبل ما صير بارون بشوي. اللي طلبته مني اني ساوي قدرت اني ساوي بمساعدته. شو كانت اول عملية لألكن؟ عملية الميزانيين اللي طلبها إيغور. انت قتلته لإيغور؟ لا. عاكف، انت يلي خبرت عن مكان البارون لعاكف؟ اي انا. انت بتعرف مين الجهة اللي واقفة وراء لعاكف؟ الختياري. مجلس الختيارية اللي دخلوك بيناتنا؟ ايه هني. كيف؟ تعرفت على الأستاذ وأنا وشاب. تطلعاتنا كانت متطابقة وأنا قبلت أني أكون رجل مهمات. دخولي لبيناتكم كان مخطط له. إذا بدك أنا بسأله الأسئلة المتعلقة بالختايرة. فيك تسأله. الأستاذ كان بيشتغل مع الختيارية سابقاً، هلأ عضو مجلس؟ أنا كنت مرتبط فيه جوات المجلس. النائب بتعرف مين هو؟ كان عبد الحي. هذا مات، اللي هلأ مين هو؟ ما بعرف. أحكي ولك أحكي. اهدى يا عبد. جوني ارفع الجرعة. طيب الشايب مين هو؟ لازم نوقف، نحن ممكن نخسره. منتابع بعدين يا عابد، هلأ خلص. Thank you.
الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة، بس بدك تحكي لي بسرعة. يلا. صارت المداهمة بعد ما عملتوا العملية بإيران، كانوا مسلحين وكتار كتير. المداهمة صارت فجأة، ما حدا صار له شي منا، بس أخذوا الأغا معهم. هدول طالما مو عاملين شي معناها ناطريننا يا عيواز. يا ترى وين ممكن يكونوا أخذوا؟ من هداك الوقت شفنا كل المطارح كمال الدين وما لقينا. معناتها إذا هيك صاير راح يروح للقلعة الأقوى اللي عنده. هو عنده معمل مي، ما بنعرف شو عم يصير جوا، بس هنيك بالمعمل محمي أكتر شي. أصبح ليش لساتنا واقفين يا عيواز؟ يلا أنا عطشان. بس هنيك مو سهلة أبدا، كتير صعبة إنه نفوت. عيواز إذا ما قدرنا نشرب مي منكون كسبنا الشهادة. رح تتخلى عن السلاح؟ لا تخبي على الفاضي، واضح من كل حركاتك هي عم تفكر بماضيك وبمراد على مدار. غلطانة، ما عم فكر بحدا، أنا هيك منيح. بعرف قديش الوضع صعب بالنسبة لإلك. أنا برأيي وقت اللي بتحتاج لازم تنادي لهون أصحابك اللي بتحبهم واللي بتوثق فيهم. مشانك ومشانهم رح يكون هالشي أحسن. علي رضا، مرحبا. هذا الزلمة ليش إجا هلأ؟ عم بيقولوا إنه جاي تلج، وأصلاً هذا الشيء واضح من الجو. قلت لحالي بنزل على بلد وبجيب شوية أغراض. جيب لكم شيء معي؟ لا سلامتك، نحن ما لنا بحاجة شيء. أصلاً علي طلع يجيب لنا أغراض. قبل ما تعتم الدنيا بكون رجعت. بالسلامة إن شاء الله. كتير برد، الواحد بيجمد نفسه بهذا الجو، لازم ينتبه، ما هيك؟ ليش طلب منك مصاري؟ مصاري شو بده يطلب؟ طلبت منه يشتري لي خرطوش للصيد. هذا الزلمة ليش مهتم فيك كل هالقد؟ ما عم بفهم. الزلمة وحيد وعم بيدور على رفيق. شو فيها هي؟ مو صعبة يفهمها الواحد.
تعال. البورصة هلا هابطة، نبيع؟ اوكي. يا سادة، بورصة لندن هلأ انفتحت ونحن بعتنا تعليمات للوسطاء اللي عاملين ارتباط معهم من شان البيع العلني لكميات كبيرة من أسهم أكبر 5 شركات إنجليزية. عاكف، أنتوا جاهزين للعملية؟ نعم سيدي. فيكن تباشروا بتنفيذها؟ حاضر سيدي، بسرعة رح نبلش العملية. بس ياخدون الزلمة رح نخلي العالم كله يسمع بهذا الخبر. ماشي معلم. هيك عملية مالية لأول مرة بتصير. مثل ما حكيتوا، منكون طلعنا من الدفاع ودخلنا بالهجوم. كنت عم فكر انه اكبر ربح لنا انه بعد تنفيذ هاي العملية رح نعلن وجودنا كمان بالحرب المالية. بعد شوي بينزل الخبر. ايه انا صرت باسطنبول. بتقولي لهم اني انا برات لندن، ما حدا بيعرف اني انا هون. جاي بزيارة سرية لتركيا، التطورات الاخيرة بالاقتصاد التركي ما عم تطمننا ابدا، وصار لازم نتحرك، لازم ننتج مشاريع مقنعة اكثر نقدر ندخل فيها هذا البلد. مشان هيك موجود هون، رح يكون عندي شوية اجتماعات. الشرطة بسرعة. كيف ممكن أقدر ساعد حضرتك؟ تفضل كمل معنا. انتوا بتعرفوا مين انا؟ ايه طبعا. اذا عملتوا معي شيء رح تتسببوا بمشاكل كبيره الكم، شو بدكم مني؟ انتوا لازم تتركوني مشان ما يلحقكم ضرر. نحن مو ناويين نلحق اي ضرر بحضرتك، تفضل معنا لانه حابين نعمل مع حضرتك جوله صغيره.
يعني اسطنبول احلى بكتير من فوق. تفضل رجع. نقدر نطير. بالتزار، قديش في مرضى نفسيين؟ كنت قايل لي قبل بس ما صدقت. هاي روليت الأرينا يبدو أنها رح تربحنا مبالغ كبيرة. عندك البياعين المفلسين واللي حابين ينتحروا يخلصوا من حياتهم، واللي عندهم ديون ما سددوها، والهربانين من الحرب يلي حابين يبلشوا حياة جديدة ببلد جديد، كلهم بالمجموعة. هدول الناس فهمتهم، هدول داخلين بطريق ماله رجعة. بس الناس اللي عم يتفرجوا عليهم شو همهم؟ لا تقول هيك يا سيد متى. قبل 1000 سنة كانوا عم يتفرجوا على المصارعين، ومن 100 سنة تفرجوا على الملاكمين، وهلأ راح يتفرجوا على هدول. بتعجبني فيك هاي الروح العالية بالشغل يا مبدع. كله بفضلكم. بدك شي مني بالتزار؟ في موضوع واحد. نهاد شاكر داهم كل المحلات تبعي وواثق من نفسه بشكل كبير. واضح انه في حدا وراه. انا كنت رح حل لوحدي، بس قلت لحالي مستفسر. هذا بن شاكر مراد على مدار دخله بالزمانات على الكي جي تي عامل شاي وقهوة. خليني اعمل دراسة عنه لنشوف مين اللي عبى براسه. بلكي مشتاق لأمجاد جده وأمجاد أبويا بالتزار. سيدي وكان على الخط. يلا بخاطرك. شو فيها وكان؟ لك شو هالاستهتار هاد؟ إذا كملنا كمان شوي رح يموت. بس لسه ما قدرنا نعرف مين هو الشايب يا عابد. أكيد هنن بيكونوا فكروا إنه في احتمال شي يوم نكشفه، ولهالسبب ما بعتقد إنه في عنده معلومات مين هو الشايب حاليا. طيب خلوه يصحى. سيدي في موضوع ضروري كتير. للأسف السيد توماس انخطف.